فهمك بهالأيام هاي درجة كتير موضة الإرهاب، يعني فيك تقول إنه العالم كله والكرة الأرضية والقارات الخمسة ما لا شغلة ولا عملة إلا قصة الإرهاب. بقى ما في قدامك غير تقول له برغي برا وتتهمه إنه إرهابي. ليش كمان برا؟ صار في طق براغي؟ إيه بعد أحداث 11 أيلول صار فيه هالشي. طيب شو بيضمن لك إنه رح يصدقوا يلي رح أكتبه بالتقرير؟ طالما الحديدة حامية رح يصدقوا كل شي، بعدين إحنا ما رح نكتب شي كذب. روقنا سعيد، يعني شلون بدك تتهمه للزلمة بالإرهاب بدون ما تكذب؟ لحنا رح نحكي عن الإرهاب من زوايا تانية لحتى ما نضره للزلمة. طيب شو هي هي الزوايا التانية؟ أخي أنت مالك سمعان بشي اسمه إرهاب اقتصادي، إرهاب نفسي، إرهاب إعلامي، إرهاب اجتماعي؟ بلا بلا سمعان طبعا. عظيم، بدنا نحكي ضمن الحدود هاي. طيب لمين بدنا نبعث التقرير؟ فهمني. انت تروك الشغلة هي علي وانا رح اطبخ لك اياها على نار هادية لحتى تستوي منيح. اذا كان هيك ماشي الحال طبخها، بس اوعك تشوطها. تحياتي استاذ. اهلين لما خير استاذ، هالرسالة اجتكم بالبريد. يسلموا دياتك، من وين يا ترى؟ استاذ انا ما عرفت اقراها بالاجنبي، بس ساعي البريد قال لي انها من بهاما. بهاما؟ مين بده يبعث لي مكتوب من بهاما؟ استاذ مالكن قريبين هنيك؟ لا ابدا، ما لي حدا هنيك. لا والمكتوب جاي باسمي شخصيا، فعلا شغله غريبه. طيب شو رح تعمل استاذ؟ شو رح اعمل يعني؟ رح افتحه وشوف شو قصته. اوعك استاذ، اوعك تفتحه. ليش بقى؟ يعني ليوم يطلع فيه جمره خبيثه. الجمره الخبيثه؟ الجمره الخبيثه بتهرب مني اذا شافتني. خير استاذ؟ شوفي لقيتوا جمرة خبيثة؟ أنو جمرة خبيثة هاي؟ شي ألعن من الجمرة الخبيثة بكتير. ما فهمت عليك، استدعاء لوين؟ على محكمة الإرهاب الدولية ببهاما. هلا أنت عم تمزح ولا عم تحكي عن جد؟ لك ليش هالشغلات فيها مزح أنت التانية؟ لك وليش لحتى يستدعوك أنت بالذات؟ وهمني بقى. والله ما بعرف شو بيعرفني، شغلة بتحط العقل بالكف. نصوح حبيبي افهم علي، ليكون في شي غلط يعني مخربطين باسم حدا تاني، مشتبهين باسم حدا تاني. لا لا، الاستدعاء إلي بالذات، لأنهم كاتبين اسمي الرباعي مع اسم الأم والجد والست وكل بياناتي شخصية. لعما على هالقصة؟ ومنين جابوا كل هالمعلومات عنك؟ يبقى حاش تسأليني مشان الله، لأني أنا تاني مثلك ما لي فهمان شي، مثل الأطرش بالزفة. هلا طول بالك شوي نصوح، لا تطول وتقصر. ايوه بعدين انا بصراحه من حقي اعرف يا حبيبي، محلان يكون متجوزه واحد ارهابي وما لي عرفانه.